مستحيل نبقى مكتوفين الأيادي. دقينا الباب حتى ناخذ إذن بالدخول من أمها، وأمها كانت صحتها جيدة وما تعاني من مشاكل عقلية. حياك الله أمي، شلون أخبارك؟ شلونك؟ إن شاء الله بخير، إن شاء الله مرتاحين. أنا وياك علي عذاب أمي، علي عذاب على راسي والله. الله يخليكم إن شاء الله. أمي خير؟ شنو اللي صاير؟ شلون عايشة وياها؟ خافت أذيك؟ خافت؟ شلون نقدر نعالجها حتى ترجع مثل قبل؟ تحكي خير حسن الشر يا زوجها وأهلي. وزوجها وين؟ طلقها. يعني هو السبب؟ إيه هو السبب، من طلقتها الحال. وشون عايشين وياها هنا أنت ويا أمي؟ خب ليش ما أخذها؟ أخذها تتعالج. لا هو عنده مرة وعنده جهاز. مو لا مو هو غي ولي أنا، هذه البنية بنتك يا أمي، أخذها تتعالج. خلينا نشوفها. إيش اسمها؟ شريهان. أم من هي؟ ويقين. يا الحمد لله حصلت موافقة الأم وقالت ما عندي كل مشكلة، دخلوا للبيت بس أريد أن تعالجوا لي إياها لأن تعبت من الوضعية اللي بيها أنا. في الوهلة الأولى تفاجأت شريهان بدخولنا لبيتهم، لأن ما حد يتجرأ أنه يدخل للبيت، ومن 2017 إلى الآن ما حد داخل بيتهم أبداً، واللي يدخلون بس هي وأمها وأختهم اللي تساعدهم. وينك بويا؟ وينك؟ شريهان. طبيب ما هذا؟ شوي. إيه شو شلونك عيوني؟ تطريد. شلون أخبارك؟ تطريد. زينة أنت؟ تطريد. تصينة؟ شتريد؟ سمعني؟ شتريد؟ قولي يا الله وقفيني، قولي يا الله ثواني. وين هاجم علينا؟ عصابته شلون؟ بابا جاي يسولف مع سلم علي. أرده أرده سادس. يلا شو ساعدني؟ أرده جاي سادس. شو المجال؟ امشي ريحة هذاك الشدال يطلع برا. باعيلي بويا. يلا برا. الله أكبر. وأنت محترمة وحلوة. يلا ما حيطب علينا. يلا برا. يلا وين حديثي؟ يلا برا. وين ران ركران جايين يا برا. أم يقين. يلا برا هاتي خشام. يلا برا. انت محترمه حلوه تصويرك وحبابه. وين الله اكبر وبد اوادي. يلا يا محمد. بس الله بس فهميني يا عيوني عباس، فهميني يا قلبي. انت حبابه علي وبد اوادي ومحترمه وشكلك مرتب وبالتوادم. انا جاي اساعدك والله. شو ساعدني؟ اقسم بالله جاي اساعدك. جاي اساعدك. سمعيني. شو تريد؟ اساعدك اني اول شيء اريد اشرش عين مثل ما كنت قبل. يا طبونا بعد كاكولا. سمعيني. وين حلموسي؟ انت بس برا. ما صادقني برا. اطلع برا. هي شات موظفه. اطلع برا. وين موظفه؟ اطلع برا. نطلع العمان. نطلع العمان. نروح نزور عمان حلوة. وين جيت بعمان؟ وين جيت بعمان؟ يا الله. بس قولي وين جيت بعمان؟ برا. يلا. بيا منطقة بعمان؟ برا أحسن. يا برا. وين؟ يا علي. وين بعمان؟ وين بعمان؟ صار قد ما رايح العمان؟ يا محمد. برا. ما أنت بسات. صار قد ما مسافرة؟ قد ما مسافرة؟ علي برا. والله العظيم جاي أحكي صح. بس قولي صار قد ما مسافرة؟ نطلع نسافر العمان، نروح هناك سفرة غير نجاو، نسوي ليش تسريتك هذه برا، نسوي ايش عيونك برا. مو لا يا قلبي حرامي. لا انت حبابه خيول. يلا ليه وفقه برا. الله ليه وفقه والله برا. انت محترمه يا حبابه برا. انت برا حبيبي. يلا برا. هاي صديقه كليتها. يا كليتها برا. حرامات انت تأذين نفسك. حرامات اريد تعيني روحك، ترجعيني لحياتك من جديد. ها برا ترجعيني لحياتك من جديد. ليش ما تعاونيني؟ خلينا نتعاون انا وياك. لا مش تعاون. اوكي شوفي خلينا نسولف سوالف مال كبار مال احسنتي فدوى لعيونك.